معنا اليوم نلتقي وإياكم في معرضنا الولائي للتشغيل الذي تنظمه مدرسة آفاق بالشراكة مع المنظمة الأمريكية World Learning. نلتقي في الطبعة الثالثة من أجل مرافقة الشباب الباحث عن العمل وكذا الشركات من أجل الوصول إلى شباب مؤهل ومحفز لأحداث تغيير اقتصادي في ولاياتهم. فكرة قربت بزاف للمؤسسات أو الشركات اللي الموجودة في ولايتنا متواجدة من الطالب أو الشاب المتواجد عندنا هنا اللي يبحث عن فرصة للعمل. هذه مبادرة جيدة. طبعا هذه ساعدتني بزاف بسك لقيت ناس هنا ساعدوني ولقيت شركات هنا حطيت سي في عندهم وان بليس درت انترفيو هنا مع ساعدوني لي جون اللي راهم هنايا وساعدني بزاف تعلمت بزاف صوالح هنايا سورتو في الانترفيو.